السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من أيام الله في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وفيها الولائم العائلية وتناول اللحوم من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فكيف نحافظ على نظام غذائي سليم في العيد؟ إذن كيف تحافظ على رشاقتك خلال العيد؟ وما أنسب طرق الطهي الصحية للحوم؟ في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام، فشاركونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ما تزال احتفالات المسلمين تتواصل بعيد الأضحى المبارك، والذي يعتبره كثير من الناس بمثابة عيد اللحم نظرا لارتباطه بذبح الأضحية، فضلا عن انتشار إقامة الولائم والعزومات العائلية ابتهاجا بالعيد. فكيف نحافظ على نظام غذائي صحي خلال العيد؟ وما كمية اللحوم المناسبة التي يمكن أن نتناولها؟ وما أهم النصائح العملية للمرضى وكبار السن؟ في البداية دعونا نتوقف مع آراء عدد من المواطنين في الشارع الفلسطيني قبل أن نبدأ هذا النقاش. البسيخ والسمائية هاي الأكلات الشعبية المشهورة في العيد، وممكن هلأ عشان عيد الأضحى وممكن يعني الناس يعملوا اللحمة. هلأ كمية اللحوم لو زادت أو نقصت، يعني لو زادت هتسوي أمراض، ولو نقصت هتفقد الجسم يعني مع أشياء بحتاجها جسمنا. فمثلا لو زادت كثير بحد العيد أو بالأيام العادية ممكن تسوي أمراض، بس مع النقرس وأشياء زي هيك. ولو قلت يعني بتعرف انه جسمنا محتاج للحوم، فطبعا انا بستخدمش اي حميه، انا اصلا ما بحب اللحمه. فهم بشكل عام يعني الناس بالعيد تلاقي اللي جايب لك السمائيه، يعني الاكلات اللي بتدخل فيها اللحوم والاشياء هاي بتنشر عنا بغزه بالعيد. يعني كمان الناس بصيروا يعني انه خلص عيد لحمه فاحنا لازم ناكل اللحمه، بزبطش يعني لازم يحددوا اكلهم فيه، يعني الناس اللي بضلهم ياكلوا كثير وفي ناس اللي بتخفف من اكلها شويه. والله الحمد لله انا صحتي منيحه، يعني ما بعاني من امراض، يعني مثلا لا كوليسترول عندي ولا نقرص ولا هذا اللي هي بتسبب يعني اسبابها يعني اكل اللحوم. لكن لازم يكون الانسان معتدل في اكله، في كل شيء معتدل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الوسطية كان في كل شيء مطلوبة، يعني وأما إحنا أمة وسط، يعني الإنسان يأكل بلا إسراف، يعني مش ضروري إنه إذا موجودة لحمة إني أكل بكميات كبيرة وإني أضر نفسي، لأنها بالفعل. وبنفس الوقت ما نحرم حالنا، يعني الإنسان يكون معتدل في كل شيء. طبعا الطبخة المشهورة في أهل غزة السمنجية في العيد هم بيعملوها لأنها باللحمة أكثر وحدة هي مشهورة. وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة عائشة صقر أخصائية التغذية. أهلا بك دكتورة عائشة. أهلا فيك حبيبتي، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. بالصحة والسلامة، تقبل الله طاعاتكم، إليك وللإخوان المشاهدين كل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت بخير. قبل أن نبدأ معك ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. دكتورة عائشة، لا شك أن عيد الأضحى معروف هو عيد اللحم والأضاحي كما هو معروف، ما أهمية، بداية نتحدث عن أهمية اللحوم بالنسبة لجسم الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللحوم واحدة من مجموعات الغذاء الأساسية فيما يعرف بالهرم الغذائي، يعني هي من المكونات الأساسية جدا، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء أو الأسماك، أو حتى في عند بعض الأشخاص بدائل اللحوم اللي هي مثلا زي البيض والأجبان والألبان. تعتبر من المكونات الأساسية في غذائنا لأنها بتعطينا نسبة عالية من البروتين. طبعا البروتين هي عبارة عن أحماض أمينية أو مواد أساسية في بناء الجسم، يعني في حال مثلا الأشخاص صار عندهم مثلا إصابات، جروح،
عمليات جراحية، حتى في الوضع الطبيعي الخلايا بتم بناء بعض الخلايا وهدم بعض الخلايا، فحتى يتم تعويض الخلايا المهدومة لابد من وجود البروتينات في الغذاء. هلا تعتبر أيضا اللحوم مصادر أساسية بالمواد المعدنية أو الأملاح المعدنية، فبنلاحظ كثير في أشخاص بحيك إحنا عندنا نقص الحديد. الحديد يعتبر من الأملاح المعدنية الأساسية أيضا لصحة الجسم. اللحوم تعتبر من المواد الغذائية اللي بتمد الجسم في كمية لحوم عالية، فأيضا بتيجي أهمية اللحوم من ناحية أنه فيها نسبة أملاح عالية أهمها الحديد. أيضا تعتبر من المواد الغنية في الفيتامينات، بنسمع كثير أوقات عن نقص فيتامين بي 12 أو اللي هو بي 12. تعتبر أيضا اللحوم مصدر غني جدا من المواد الغذائية اللي بتمد الجسم في فيتامين بي 12. صفة اللحوم تقريبا تعتبر أنها عبارة عن وجبة متكاملة فيها نسبة نشويات يعني تكاد تصل إلى الصفر، لكن بتعوضها نسبة الدهون اللي بتكون في بعض الأحيان عالية حسب نوع اللحوم. طب بالنسبة بشكل عام، قبل أن نبدأ بتخصيص عيد الأضحى المبارك، بشكل عام ما هي الكمية المناسبة لجسم الإنسان التي بحاجة إليها يوميا من اللحوم؟ هلأ لو اعتمدنا نظام البدائل، يعني أنه إشي بديل عن إشي، ممكن نحكي أنه زي ما ذكرنا قبل شوي أنه في عندك الألبان، الأجبان، مشتقات مثلا البقوليات أيضا تعتبر بدائل. لكن لو حكينا عن لحوم كلحوم حمراء أو بيضاء أو اللي هي الأسماك، تقريبا الحصة قد تصل إلى 70 إلى 90 جرام يوميا. لو جينا نطبقها عملي بنحكي تقريبا كيف حجم قطعة الخبز التوست، تقريبا ما يعادل حجم قطعة التوست يوميا. يعني هلا ممكن تقل ل 70 وممكن تقل ايضا ل 50 جرام، يعني ما يعادل تقريبا نص قطعة التوست حسب الكميات اللي بناخذها من البروتينات الثانية. يعني احنا ذكرنا انه عدة انواع من البروتينات، بس على اساسها نحكي انه المكون الاساسي في البروتينات اليومية نحكي اللحوم، تقريبا نحكي من 70 ل 80 جرام، اي ما يعادل تقريبا كف اليد بما يعادل هذا الحجم. طيب من المعروف أن اللحوم لها أنواع وأقسام، ما أفضل أحسن الأنواع وأفضلها لتناول جسم الإنسان؟ اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء؟ طيب هلا دائما لو جينا نحكي عن الناحيه الصحيه وقله الدهون بنلاحظ، لا يعني احنا ممكن نوزع اللحوم حسب الناحيه الصحيه بمحتواها للدهون وحسب الطلب بالنسبه لعامه الناس. هلا بالنسبه للدهون دائما اقل دهون بسموها الفيري لين ميت اللي هي اللحوم جدا قليله الدهون هي الاسماك البيضاء، بعدها بيجي عندك اللي هو بسموها ايضا اللحوم البيضاء اللي هي الدجاج. حتى الدجاج بنلاحظ انه اجزاء معينه بتكون اقل من اجزاء، يعني مثلا صدر الدجاج بكون أقل دهون من فخذ الدجاج. بعدين تيجي عندنا في المرتبة الثالثة من احتواء الدهون اللي هي اللحوم. هلا اللحوم الحمراء أيضا لها درجات، لها يعني أقسام. نعم بالضبط، يعني مثلا أقل أنواع الدهون اللي هي بسموها لحمة العجل أو العجل الصغير اللي هو في مصر بيحكوا له البتلو اللي هي لحمة العجل الصغير. بيجي بعديها اللي هي لحم الماعز أو اللي هو الجدي في بعض الدول المتعارف عليه، بيجي نسبة الدهون بتكون في الدرجة الثانية. أعلى نسبة دهون بتكون في لحم الخراف. هلا لو جينا وزعنا اللحوم حسب الطلب للمستهلكين بنلاحظ إنه دائما لحم الخراف عليه إقبال أكثر. ليش؟ لأنه نسبة الدهون تعطي نوع من أنواع الطراوة، بالتالي أيضا تعطي نوع من أنواع اللذة، فبتلاقي إنه المستهلكين دائما بيكونوا ميالين للحم الخروف أكثر من اللحوم الأخرى. بعض الناس بيكون استهلاكها مثلا في موسم الشتاء للحوم الخراف أكثر مثلا من موسم الصيف. ليش؟ لأنه في الشتاء إحنا محتاجين طاقة، الدهون تعتبر مصدر غني جدا في الطاقة، فبالتالي بيكونوا ميالين للحوم اللي بتعطي طاقة أعلى، في حين أنه مثلا في الصيف بيستخدموا اللحوم الأقل دهون اللي هي مثلا زي ما ذكرنا سابقا اللي هي لحمة العجل أو البتلو. طب بالنسبة للأجزاء الأكثر صحية من الخراف أو لحم العجل كما تفضلتي، معروف لحم الفخذ، لحم يعني هناك عدة أقسام، في ما هي الأكثر الأقسام صحية؟ طبعا أنا قبل ما أحضر للحلقة امبارح أنا حكيت مع أحد الأشخاص المختصين في بيع اللحوم اللي هم اللحامين. بحكي لي عادة اللحوم أكثر الأجزاء اللي بتكون مطلوبة اللي هي عادة اللي هي بتكون سلسلة الظهر، اللي هي اللحم اللي بيكون ما تحت منطقة العمود الفقري. ليش؟ لأنه بتكون نسبة الدهون قليلة وبكون دائما ميال للطراوة. في حين انه الاعضاء اللي بيكون فيها حركة اكثر زي الفخذ والمنطقة الكتف، الاضحية بتكون فيها حركة اكثر فبتكون فيها نسبة عضلات اكثر، فبالتالي بتكون ميالة للقساوة.
هلا لو احنا قسمناها على حسب نسبة الدهون بنلاحظ انه افضل اللحوم هي منطقة زي ما حكينا سلسلة الظهر اقل دهون، بتيجي بعديها منطقة الفخذ في نسبة الدهون، واخر منطقة في نسبة احتوائها بتكون اعلى من المناطق الاخرى في الاضحية اللي هي كتف الاضحية. فعادة بتكون كتف الاضحية اكثر طلبا، ليش؟ لانه نسبة الدهون فيها بتكون اعلى شوي، فبالتالي بتعطيها لذة. ولكن صحيا هي منطقة ربما الفخذ كما تفضلتي هي اكثر صحية بسبب قلة الدهون. هلا شوفي الصحية طبعا زي ما حكينا احنا بنحكي بشكل عام من غير التطرق للعوامل الثانية، اوكي؟ لكن لو احنا مثلا تطرقنا مثلا لعمر الذبيحة، كل ما زاد عمر الذبيحة كل ما كانت نسبة الدهون فيها اعلى، فبالتالي دائما ينصح باخذ الذبيحة في السنة الاولى من العمر. بحكي لك دائما اللحامين بفضل المستهلكين اللي هي اللحوم اللي هي بعمر تقريبا بنحكي 5 ل 6 اشهر. ايضا بتعتمد على اللحوم نفسها، بعض الاشخاص بحكي لك انا بدي تكون الدهنه وبتكون طبعا واضحه جدا بكل لونها ابيض، بتكون مضافه للحمه وبتم طهيها مع الدهون. ففي هاي الحاله المستهلك بامكانه السيطرة على كميه الدهون عن طريق ازاله اي اجزاء بيضه من اللحوم، والاخذ بعين الاعتبار تناول اللي بسموها الهبره او القطعه الحمراء من الغذاء. ايضا في بعض الحالات احنا بننصح خصوصا الناس اللي بيكون عندهم بعض الامراض كارتفاع كوليسترول او مثلا السكر او غيره من الامراض، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل، ننصحهم انهم يشيلوا الدهون ويشيلوا كمان منطقه العظم لانها جميعها في النهايه بتعطي في المرق نسبه دهون عاليه، فبالتالي بناخذ بس القطعه الحمراء. ما هي ابرز او اسلم الطرق، اصح الطرق الصحيه لطهو اللحم؟ هلا انتم نقلتونا من روحانيات الحج للحم مره، ولكن دخلنا ما زلنا في عيد الاضحى المبارك. بس بعد اذنك تسمحي تفضل. لي لانه كنا مع الحجاج فنشير بس لبعض الامور ان شاء الله تفيد الحجاج على السنوات الجايه ان شاء الله. بالنسبه لموضوع اللحوم بالنسبه للحجاج والكميات المتناوله بالنسبه لهم، يفضل دائما تقليل نسبه اللحوم في الحج. ليش؟ لانه بتكون فيها نسبه دهون عاليه، ومع ارتفاع درجات الحراره خصوصا انه السنوات القادمه وهي السنه الحج بيكون في مواسم الصيف. فارتفاع درجات الحرارة العالية مع احتواء الغذاء على كمية عالية من الدهون دائما بسبب نوع من أنواع التلبك المعوي أو بعض الشعور بالغثيان. فإحنا دائما بنحاول قدر الإمكان أنه نخفف اللحوم في موسم الحج، نركز أكثر على كمية السوائل، نركز أكثر على الأغذية الغنية بالألياف والفيتامينات اللي هي زي الخضار والفواكه. يفضل تناول أيضا بعض النشويات. بعض الحجاج بيعمدوا على أنهم يستمروا طول اليوم بدون طعام، وبيعتمدوا على وجبة واحدة رئيسية. دائما نحكي لهم يفضل تناول زي ما حكينا وجبات صغيرة، والوجبة الرئيسية ما في مانع لتأخيرها في نهاية اليوم حتى الحج انه يكون جالس في منزله ومستريح وبعديها بتناول الوجبة. شرط انه هاي الوجبات زي ما حكينا تكون فيها كل المحتويات الغذائية قدر الإمكان، يعني محتوية على البروتينات اللي هي اللحوم، محتوية أيضا على النشويات، محتوية أيضا على الفواكه أو الخضروات الضرورية لجسم الإنسان. بالنهاية بنحكي بالنسبة للحجاج، تقبل الله طاعتكم كل عام وانتم بخير. وعودة لسؤالك اللي هي بالنسبة للطرق الأفضل لطهي اللحوم. بعض الناس بيحكي لك الشاي هو افضل الطرق، بعض الناس بيحكي لك السلق هو افضل الطرق. هلا اخر دراسات بتحكي لك انه يفضل انه في البدايه يتم سلق اللحوم وبعديها شيها، لكن بشكل قليل يعني مش بشكل كبير. ايضا بيحكمنا مكونات اللحوم، يعني في حاله عمليه الشوي كثير من الاشخاص بيحكي لك انا لحمه الشوي لازم يكون فيها نسبه دهون عاليه. ليش؟ بتعطيها نوع من انواع اللذه وما تكونش انها قاسيه وقت الشوي. طبعا هذا للاسف من اكثر الممارسات الخاطئه. ليش؟ لانه اللحوم لما يكون فيها نسبه دهون عاليه، الدهون اول شيء بتدوب على الجمر النار، فبالتالي بتسبب مواد مسرطنه او مواد متاكسده بتسبب الضرر على صحه الانسان. لذلك من الضروري عملية الشوي ما يكون فيها نسبة دهون عالية، ما لا مانع من إضافة الدهون بس بكمية قليلة حتى تعطيها الطراوة، لكن ما يكون مبالغ فيها. الطريقة الأفضل والأسلم إحنا دائما بنحكي اللي هي عملية السلق. بعض الأشخاص بيحكي لك طب السلق إحنا خلينا كل مكونات الدهون في ماء السلق، في ماء السلق، وبالتالي التخلص من ماء السلق بكون خطأ. فأفضل طريقة أنا بالنسبة لي وأنا حتى بمارسها عندي في البيت خلال خطوات الطبيخ أو الطبخ الغذاء في المنزلي، يفضل إنها يتم استخدام قدر أو وعاء كبير، وتم وضع اللحوم من غير ماء ومن غير زيت،
من غير دهون، يتم تقليب اللحوم حتى توصل لمرحلة اللون اللي هو تقريبا اللي هو البني. اختلاف لون اللحوم من اللون الأحمر القاني أو الأحمر الفاتح لبداية اللون البني. في هاي المرحلة جزء كبير من الدهون بنزل وبتم تجفيفه على حرارة الوعاء أو القدر اللي هي بتكون مباشرة من دون زي ما حكينا من دون إضافة لا ماء ولا دهون. لما يتغير لون اللحوم للون البني بتم إضافة الماء المغلي للحوم، فبالتالي المرق رح تكون في نسبة دهون أقل. بعديها لا مانع انه ممكن شوي اللحوم بس لاعطاء النكهه واللون. وفي نقطه بحب اشير لها بالنسبه لسيدات البيوت بالنسبه لكون اللحوم اكثر صحه، ممكن اضافه بعض الخل او الليمون بعطيها طراوه للحوم، وبنفس الوقت انت مش محتاجه نسبه دهون تكون عاليه في نفس اللحوم حتى تزيد من طراوتها. يعني بتكون بعض المواد الغذائيه ممكن اضافتها تعطيها طراوه لكن من غير ضرر الدهون. نعم، سندخل في تفاصيل اكثر، ولكن مشاهدينا ناخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونتوقف الآن مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي تنقلها إلينا الزميلة بدر سليم. إليك بدر. أهلا بك ميسون وبضيفتك الكريمة، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا نستعرض التعليقات التي وردتنا عبر فيسبوك. محمد يقول: ولا كلت أي لحمة من أسبوع، فقط الأسماك. اللحوم الحمراء شديدة الخطر وبتعفن في البطن، احترسوا من اللحوم الحمراء لو حتى حتاكلوا عيش وجبنة فقط. وسنسأل دكتورة عائشة عن مدار اللحوم الحمراء. عاهد يقول: احسبها بقالنا سنة لم نأكل اللحم، احسبها على مدار العام، يعني بيطلع كل واحد في غزة بيطلع له تقريبا عجلين وخروف. تعليق آخر: أبو محمد خالد يقول: نيابة عن محدودي الدخل أو منعدمي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، أي كمية من اللحم لأنه مش حيتكرر تاني إلا السنة الجاية. تعليق آخر: عزة تقول: حسب حجم المعدة، إذا حسب حجم المعدة تكون كمية اللحم. محمد يقول: ولا كلت أي لحمة من أسبوع. ده أخذنا هذا التعليق. ننتقل إلى التغريدات عبر تويتر. التغريدة الأولى من نذير يقول: 125 جرام يوميا. سنسأل رأي دكتورة عائشة. رنا تقول: بنفضل طول السنة ناكل لحمة وما بيجرى لناش حاجة، وفي العيد من أول أكلة بنقعد نصوت من وجع الأسنان. تعليق آخر: عبد الرحمن يقول: مصر أبهرتني بشدة هذا العيد، حيث اشتريت ساندويتش فول ب2 جنيه ثم تفاجأت بعربية كفتة تبيع الساندويتش بجنيه واحد فقط، لحمة إيدي؟ يتساءل عبد الرحمن. الناس كلها في العيد بتاكل لحمة وأنا بروح أطلب بيج ماك تشيكن. روان تقول: تعليق يقول: لميت 17 كيلو لحمة عيدية في العيد ده. تغريدة أخيرة، أخذنا هذا التعليق: 125 جرام يوميا. وسنسأل رأي دكتورة عائشة. نشكركم جزيلا على التفاعل ونعود إليك. شكرا لك بدر على هذه التعليقات، بعض منها كان طريف والبعض الآخر بالفعل يوجه السؤال حول كمية اللحوم التي يجب تناولها وخاصة في العيد. بعض الأشخاص دكتورة عائشة لا يتناولون اللحم أبدا بحكم طبيعة أنهم لا يودون تناول اللحم أو بحكم الظروف الاقتصادية لبعض العائلات، هل هذا الشيء ممكن أن يكون صحي أيضا عدم التناول اللحم نهائيا؟ هلا أنت بدك سؤال كم الكمية ولا بدك قديش لمنع عيدية لحوم؟ عيدية اللحوم كمية كبيرة. أنا أعجبني التعليق اللي حكى لك أنا لام 17 كيلو لحمة في العيد، والله نياله أنا شخصيا والله ولا كيلو للأسف الشديد. عيدية من اللحوم. هلا بالنسبه للتعليق اللي بيحكي لك انه بعض الاشخاص بتناولوش تماما اللحوم، هلا دائما الغذاء بيتبع بيعرفوا، يعني بيحكوا له في الانجليش بيحكوا له لايك وديسلايك، يعني انا بحب نوع معين وما بحب. بعض الناس بيكونوا شويه لا يحبون او لا يرغبون في اللحوم، بيكونوا متشددين كثير موضوع اللحوم، بحكي لك انا مستحيل ادوق اللحم الحمراء،
خصوصا الاطفال، خصوصا بعد موسم الذبح. يعني انا صارت معي مع واحد من اولادي انه بعد عمليه الذبح اللي تمت للاضحيه خلص صار عنده نوع من انواع رده الفعل العكسيه. لذلك احنا دائما بنحكي الدول اللي بامكانهم الذبح في الاماكن العامه، لانه احنا الحمد لله رب العالمين القوانين صارمه، ممنوع يتم الذبح الا في الاماكن المخصصه لذلك. لكن في الدول الاخرى بننصح عدم رؤيه الاطفال لبعض المظاهر، خصوصا لما يكون الطفل لساته صغير، لانه ممكن زي ما حكينا يكون في عندنا رده تؤثر عليها. بالضبط. هلا ذكرنا في بدايه الحلقه نظام البدائل، انا دائما بامن في نظام البدائل في الغذاء. يعني طفلك ما بده لحم احمر اعطيه لحم ابيض، ما بده ابيض اعطيه سمك، ما بده ثلاثه اعطيه بروتين مثلا من مصدر حيواني، لانه دائما البروتينات يعني تصنف لنوعين، بروتينات كامله او فيها جميع انواع الاحماض الامينيه اللي هي بتكون عاده مصدرها اللحوم والالبان والاجبان، اي مصدر له علاقه بالحيوانات اجلكم الله، والبروتينات اللي بتكون غير كامله اللي هي بتكون مصدرها البروتينات اللي هي نباتيه زي العدس الفول الحمص. فانا اؤمن بنظام البدائل، يعني طفلك ما اخذ البروتينات الكامله من مصدر اللحوم اعطيه الالبان الاجبان، ما استطاع انه ياخذ واحد من هاي المصادر اعطيه اللي هي الفول العدس الحمص البازيلا الفاصوليا البيضه، هاي تعتبر كلها انواع بروتينات. هلا السؤال كمان الاسئله اللي تم توجيهها انه قديش الكميه، بعض الناس بيحكي لك لحد 200 جرام ممكن الشخص ياخذ، بس انا شو بحكي، انا بقول انه خصوصا في موسم العيد بكون عندك وجبه الافطار، في بعض الدول مثلا بكونوا حاطين الفته، في غزه كانوا حاطين السمائيه، يعني بتلاقي انه البروتين بتكرر معك على اكثر من وجبه. فاحنا بهمنا التوتال المجموع خلال اليوم قد ايه انت بتاخذي بروتين. البروتين المتاح للشخص تقريبا حسب وزنه، يعني برضه هاي النقطه انا اعجبتني في واحدة من التعليقات قالت لك مع حجم المعده، هو مش مع حجم المعده بالضبط، مع حجم الانسان ومع وزن الانسان. نعم. بالضبط، يعني كل كيلوغرام من وزنك تقريبا تحتاجي جرام من اللحوم من البروتين، بغض النظر بروتين حيواني او نباتي، المهم جرام بروتين. يعني مثلا انا وزني نحكي مثلا 70، انا محتاجه 70 جرام بروتين بغض النظر زي ما حكينا عن مصادره المختلفه. فبالفعل مع زياده الاحجام بتحتاجي كميه اعلى. بعض الناس بيحكي لك انا طول السنه ما اكلتش لحمه وبدي اكل، والآن بس في عيد الاضحى يعني كميات كبيره. يعني شوفي بعيدا عن العلم من ناحيه عاطفيه، انا شخصيا لو محل راح اعمل زيه لانه يعني بيحكي لك طول السنه محروم وهو هذا الموسم. دائما احنا بنحكي حتى في انظمه الغذاء الصحيه العالميه، يعني بعيدا عن الناحيه النفسيه، احنا دائما بنحكي انه في عندك وجبه لازم تكون وجبه فري، او انه انت تكسري نظامك الروتين اليومي. فاذا اللحوم ما كانت يوميا على مائدتك معناها لا مانع انه الشخص ياكل قدر الامكان، بس يوزع. يعني بعض الناس بياخذوا كميه عاليه في الفطور وكميه عاليه على الغداء، وبتصدف انه مثلا العشاء في جمعه عائله فايضا بيتم تناول كميه عاليه. كل ما كان التقسيم كل ما كان افضل، ونحاول شوي نقلل الكميات في حال انه بعض الناس بيحكي لك انا من مراسم العيد الفته، من مراسم العيد الكبد والطحال، من مراسم العيد اللي هي الاعضاء الداخليه هي كمان لها زي ما بيحكوها جزء خاص تعامل معها. فالتقنين قدر الامكان لكن التنويع والعدل. نعم، ونذكر مشاهدينا انه يمكنكم التواصل معنا عبر ارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشه. ومعنا من فرنسا لارا. صباح الخير لارا، وكل عام وانت بخير. كل عام وحضرتكم بخير، وكل سنه وانتم طيبين وصحه وتفوق وتميز، وكل طاقم الجزيره ولضيفتك الكريمه ان شاء الله. والله انا كان سؤالي، يعني انا كنت حابه اطرح سؤال، فضيفتك الكريمه تفضلت بالرد على السؤال خلال يعني الكميات. نعم. يعني انا عندي شباب ما شاء الله بيحبوا ياكلوا لحمه كتيره جدا، يعني اكثر من 125 جرام على الـ على الـ على الوجبه، يعني هما بياكلوا وجبه واحده بالبيت. فانا حبيت استفسر يعني على كمية اللحمة بالنسبة للشباب، يعني في بداية في أي أعمار لارا؟ 19 و16 سنة. نعم، سنتابع مع الدكتورة تفصيل حول هذا الموضوع. شكرا لك لارا. دكتورة عائشة، هل يختلف كميات اللحوم المتناولة بالنسبة للشباب الأعمار الصغيرة عن بالنسبة لكبار السن؟
باختلاف العمر طبعا الاحتياجات بتقل او بتزيد حسب النمذ الغذائي. يعني باختلاف العمر عندنا ممكن نحتاج بروتينات بكميه اعلى في مرحله اللي هي اللي بسموهم تين ايجرز او اللي هم المراهقين. نعم. على فكره منيح اللي حكت معنا بالعربي، انا قلت هلا اذا بتحكي معنا في الانجليزي البرنامج فزي ما حكينا مع اختلاف العمر بتختلف الكميات. نعم. فمرحله المراهقه تعتبر من المراحل اللي الاشخاص بيحتاجوا كميات اعلى. ليش؟ لانه مجهودهم الحركي بيكون اعلى. في عندنا كمان الاثليتكس او اللي هم الرياضيين، الرياضيين ايضا بيحتاجوا نسبه بروتين اعلى. يعني مثلا اذا الاولاد عندها في سن من 16 ل 19 معظم الاوقات بيكون هدول الاطفال او الشباب بروحوا على جيم. الشخص اللي بيمارس اي نوع من انواع الرياضه ايضا بيحتاج نسبه بروتين عالي. كل ما كان في حرق للمواد الغذائيه اللي بتم تناولها، كل ما كان في ناحيه صحيه بكون في معي مجال مثلا انا اكل كميه اكبر. حتى بالنسبه للاشخاص الكبار السن، اذا كان عندك كبير السن حركته محدوده، ما في عنده حركه كبيره، فهذا لازم الكميات بشكل عام تقنن. نعم. يتم تقليلها. بالنسبة للأشخاص اللي لا حركتهم كبيرة، لا أنا بعطي كمية أكبر. ليش؟ لأنه قاعد بياخد وبيحرق أول بأول. فزي ما حكينا مرحلة الأطفال مرحلة التينيجر، وبالتالي لا يضر إن لا 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 تناول كميات ما زائدة مشكلة من أبداً. وطبعا بيحكمني كمان أيضا الوزن، هل الطفل اللي عندك وذن نورمال من ضمن الطبيعي ولا مش ضمن الطبيعي. إذا طفلك ضمن الطبيعي أو الشاب ضمن الطبيعي ما عندنا مشكلة أبدا، لكن إذا الطفل أعلى من طبيعي كمان هاي نقطة محددة مهمة. نقطة كمان جدا مهمة في تحديد الكميات اللي هي العامل الوراثي. يعني بعض الأشخاص وراثيا عندهم نسبة الكوليسترول مرتفعة، عندهم نسبة السكر مرتفعة، بكون أوزانهم جدا طبيعية لكن بنلاحظ إنه في تاريخ عائلي قوي في الكوليسترول وفي السكر. أيضا هدول بنحط عليهم كويستشن مارك، علامة السؤال، وبنحكي لازم تناولهم يكون ضمن كميات محدودة مش عالية. نعم. وناخذ نتوقف الآن مشاهدينا مع آراء مجموعة من الجمهور بالشارع المصري حول العادات الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك، نتابع معا. لحمة العيد والفتة أهم حاجة، لمة العيلة، لمة العيلة هي من كل من إيه اللي يتاكل، مش مشكلة إيه اللي يتاكل، مشكلة إن إحنا نتلم. غير اللحمة مفيش حاجة تتاكل. في أكلة معينة في اللحمة حضرتك تفضلها؟ اللحمة ثم لحمة ثم لحمة. تمام، بس إيه في اللحمة يعني فتة ولا؟ لا إحنا اللحم بنشويه. لحم مشوي وكل الخروف عليه كده مشوي. الفتة مهمة عندي. دي أول حاجة يعني بعد الحياة، أما طبعاً بالنسبة للأسعار حالياً أسعار يعني خيالية. أسعار مش متناول حد حتى. أنا كموظف حكومة حتى، أنا كموظف حكومة وطلعت معاش، واللي باخده طبعاً غير اللي باخده كنت وانا في الوظيفه، فرق شاسع. اول حاجه اول يوم دوت الفته واللحمه هي الفته طبعا. الفطور لحمه وفته بس، هو ده اللي باكله. نروح اللحمه. دكتورة عائشة، من خلال هذه الآراء من المعروف أن تناول اللحم عادة ما يتم مع يعني بعض الأطعمة الجانبية كالفتات، الأرز وما إلى ذلك، هل لهذه الأطعمة تأثير ضار على الجهاز الهضمي؟ هذا تعليق على الأخ اللي حكى لحمة ثم لحمة ثم لحمة. هلا احنا دائما اللحوم حتى ناخذ الفائده العظمى لها، لانه احنا حكينا انه اللحوم بتعطينا ثلاث مصادر غذائيه مهمه جدا، بتعطينا بروتين، بتعطينا املاح، بتعطينا فيتامينات. نعم. لذلك في حال طبخ اللحمه بروحها من غير اي مكون اخر ما راح تعطينا هاي القيمه الغذائيه كامله. فاحنا دائما بننصح انه في حال تناول اللحوم طبخها مع الخضار، خصوصا الورقيه مثلا زي البقدونس زي الكزبره، اضافه هاي المنكهات. ليش؟ لانه هاي عباره عن انزيمات بتساعد على تحرير المواد الغذائيه المفيده، بالاضافه لانه في الخضار بشكل عام انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده، بتساعد على انه الشخص يتناول اللحوم بكل قيمتها الغذائيه، فالجسم بيمتص كل القيمه الغذائيه. نعم. هلا نقطه اساسيه كمان بس نضيفها، اللي هي نحط دائما البصل والثوم، خصوصا اللي بتعتبر انها معقمات معويه، خصوصا مع اللحم اللي بيتم ذبحه مباشره، لانه عمليه التجميد بتقتل نوع من انواع البكتيريا، فالبصل والثوم بيعقم الغذاء. النقطه الاخيره بس
بدنا حابين نضيفها صدق. انه اضافه الفلفل الرومي باختلاف الوانه، ليش؟ لانه فيها مواد ايضا بتساعد على اعطاء النكهه وتحرير المواد الغذائيه الموجوده في اللحوم. شكرا لك. وبهذا مشاهدينا ينتهي لقاء اليوم من ايام الله. نشكر ضيفتنا الدكتوره عائشه صقر اخصائيه التغذيه، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، ونتمنى لكم صباحا جميلا وعيدا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لبيك الله.